التغطية مستمرة إذن على شاشة القاهرة الإخبارية، ونتابع فيها أبرز التطورات على الساحات الإقليمية المختلفة، والبداية مع الشأن اللبناني. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة اثنين إثر سقوط طائرة مسيرة من جنوب لبنان على مستوطنة إلد بالجليل الأعلى شمال إسرائيل. هذا وأفادت وسائل إعلام لبنانية بتحليق الطائرات الإسرائيلية على علو منخفض داخل القطاع الشرقي جنوب لبنان. من جانبه، أعلن حزب الله اللبناني استهداف مقر قيادة الفرقة 91 في ثكنة إلت الإسرائيلية بسرب من المسيرات وتحقيق إصابة مباشرة، ما أسفر عن سقوط أفرادها بين قتيل وجريح. وكان حزب الله نعى اثنين من عناصره جراء غارة إسرائيلية على بلدة حولة بالجنوب اللبناني. أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بدأ مشاورات أمنية بشأن الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني المرتقب. كما أفاد إعلام إسرائيلي بأن وحدات احتياط قوات الاحتلال وخاصة في الشمال في حالة تأهب قصوى. وأوضحت التقارير الإعلامية أن إسرائيل تخزن الفحم والوقود للتعويض عن احتمال توقف عمل منصات الغاز في حالة الحرب. وأشارت كذلك إلى أن حزب الله اللبناني يبحث عن هدف يضر بإسرائيل، لكنه غير معني بتحويل المواجهة إلى حرب واسعة النطاق. دفعت زيادة المخاوف من اتساع نطاق المواجهات بين إسرائيل وحزب الله إلى سرعة مغادرة لبنان، وهرع الكثير من المواطنين والمقيمين في لبنان إلى المطار خشية توقف الرحلات إلى بيروت. مطار بيروت يعج بالمسافرين الذين اصطفوا أمام لوحات مواعيد الرحلات الجوية، ينتظرون على أحر من الجمر طائراتهم لمغادرة لبنان، مع المخاوف من تصعيد غير مسبوق بين إسرائيل وحزب الله. بين هؤلاء جويل صفير التي بدت على وجهها ملامح الحزن بعد أن اضطرت إلى قطع عطلة الصيف في الوطن الأم لتعود إلى فرنسا. رايحة على فرنسا ورايحة قبل لأنه في عنا أشغال هنيك وما في طيران، وأنا طيارتي عملوا لها كنسليشن وانجبرت أخذ طيارة تانية حتى أقدر أروح أرجع على الشغل. هذه التحركات في مطار بيروت زادت وتيرتها مع دعوة دول مختلفة رعاياها إلى مغادرة لبنان بعد أن بلغ التوتر بين إسرائيل وحزب الله ومن ورائه إيران مستوى مقلق، لا سيما عقب اغتيال إسرائيل القيادية في حزب الله فؤاد شكر بضربة في الضاحية الجنوبية لبيروت، فضلا عن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران. وقائع جعلت إيران وحزب الله يتوعدان إسرائيل برد قاس، ويخشى المغادرون ومن بينهم منذر راية إغلاق مطار بيروت في حال حدوث سلسلة من الأفعال وردود الأفعال واتساع العمليات العسكرية إلى مناطق أخرى في لبنان بعد أن كانت محصورة في الجنوب. أنا كنت بسوريا بس انه الاوضاع هيك شوي صعبه، فكانت موعد الرحله انه بعد بكره التغت، فقررت اني اسافر اليوم ان شاء الله يمشي الحال. لكن البعض دفعته الاحداث الى وجهه عكسيه بالقدوم الى لبنان للاطمئنان على اسرته ومعارفه كما فعلت مايا الحاج. بعد ما صارت القصه جيت يومين شوف اهلي، ما يعني ما فيش رح يمنعني اجي، بدي اند اوف ذا داي بدي اجي اشوف بيي وامي وارجع على شغلي.
خيم شبح الحرب ولا يزال على العطلة الصيفية لكثير من اللبنانيين المهاجرين في الخارج للعمل أو الدراسة، الذين جاءوا إلى الوطن الأم للانضمام إلى صحبة أحبائهم من العائلات والأصدقاء، ويحرصون على اللقاء بهم ولو مرة كل عام. تسود حالة من القلق في الداخل الإسرائيلي انتظارا لهجوم إيراني محتمل ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، ونتيجة لتصاعد التوترات في المنطقة قررت العديد من شركات الطيران العالمية قرارا بإلغاء وتعليق رحلاتها إلى تل أبيب، ما أدى إلى إعاقة حركة نحو 100,000 إسرائيلي في الخارج إلى العودة إلى إسرائيل. حالة من الارتباك والقلق تسيطر على الداخل الإسرائيلي تحسبا لهجوم إيراني محتمل ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في العاصمة طهران. فمنذ إقدام إسرائيل على اغتيال هنية والقيادي في حزب الله فؤاد شكر، وهي تسابق الزمن لوضع خطط طوارئ استعدادا للرد العسكري الإيراني، مع تزايد المخاوف من أن تتصاعد الهجمات إلى حرب إقليمية أوسع نطاقا، وبالتزامن مع اتخاذ عديد من شركات الطيران العالمية قرارا بإلغاء أو تعليق رحلاتها إلى تل أبيب، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن أن أكثر من 100,000 إسرائيلي تقطعت بهم السبل في الخارج ويواجهون صعوبة بالغة في العودة، حيث لا توجد رحلات جوية لإعادتهم إلى البلاد مرة أخرى. وسائل الإعلام الإسرائيلية أكدت أن المسافرين العالقين يشعرون بغضب بالغ من الحكومة الإسرائيلية لعدم تقديم أي دعم لهم، متهمين نتنياهو بالتخلي عنهم رغم أنهم في أشد الحاجة إلى المساعدة في ظل تدهور الأوضاع المالية والصحية بسبب طول فترة بقائهم في الخارج دون أي حلول ملموسة. خبراء ومحللون أكدوا أن حكومة نتنياهو تدرس عدة خيارات لإعادة مواطنيها، من بينها التنسيق مع شركات الطيران الدولية أو استخدام الطائرات العسكرية لإعادتهم، لا سيما وأن الأوضاع الأمنية في المنطقة تجعل من الصعب تنفيذ عمليات الإجلاء بشكل آمن. وفي السياق ذاته كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن تعطيل نظام تحديد المواقع GPS في عدة مواقع بإسرائيل، وتزويد كبار المسؤولين بهواتف تعمل عبر الأقمار الصناعية خشية تضرر شبكة الاتصالات وانهيار شبكات الهواتف النقالة خلال الرد الإيراني. أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيجتمع اليوم الاثنين مع فريق الأمن القومي لمناقشة التطورات في الشرق الأوسط. وأورد البيت الأبيض في بيان له أن بايدن سيجري محادثات اليوم مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني. أكد البنتاغون أن وزير الدفاع لويد أوستن بحث مع نظيره الإسرائيلي آف جالانت تعزيز القوات الأمريكية للدفاع عن إسرائيل، وشدد أوستن خلال اتصال هاتفي على دعم واشنطن لأمن إسرائيل. ولمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا من واشنطن الداعي يعقوب الخبير في الشؤون الأمريكية. أهلا ومرحبا بك ضيفي العزيز. يعني التساؤل الأهم هنا وسط هذا التمركز الأمريكي في البحر المتوسط والبحر الأحمر من قبل قطعه العسكرية هو إلى أي مدى ستشكل خشية إيران من جر الولايات المتحدة إلى أتون هذا الصراع وسيلة لتحجيم الصراع أو التصعيد المحتمل؟ أهلا وسهلا أستاذ أحمد. يبدو بأننا فعلا أمام حرب مفتوحة وأمام جبهات قد فتحت، ولم تنجح الدبلوماسية الأمريكية في أن تحد من الرد الإيراني المتوقع، لأن التصريحات التي تخرج من إيران من الرئيس الجديد ومن معظم المسؤولين بأن الرد سيكون نوعي ولن يكون متوقع من قبل إسرائيل، بالتالي فعليا وجود الولايات المتحدة
المتحدة الأمريكية بأساطيرها البحرية والجوية في المنطقة لن يؤثر على مدى هذا الرد الذي نتوقع أن يكون أكبر من الرد الذي كان في شهر أبريل الماضي، ومن المتوقع أن يكون هنالك عمل على بحث عن شخصيات محورية في إسرائيل لاصطيادها في هذه العملية، خصوصا أن إيران حاليا محرجة بفعل هذا الاختراق الأمني الكبير جدا، وبفعل أيضا أن البصمات بدأت الحديث عن اغتيال إسرائيل لرئيسي ووزير خارجيته اللهيان، إضافة إلى الشهيد هنية حاليا. بالتالي الولايات المتحدة الأمريكية قد جرت رجلها إلى هذا الوحل الخطير حاليا. نعم سيد الدول، الحديث هنا كان جون كيربي تحدث عن إرسال هذه القطع الحربية إلى منطقة البحر المتوسط والشرق الأوسط لدعم إسرائيل، ستعمل على تقليل حدة هذا التوتر، إلى أي مدى تتفق مع هذا؟ هم تحدثوا عن أسلحة ومفرقعات وعن إيزنهاور وكذلك لونكلين، هذه السفن البحرية العملاقة، من أنها ستكون موجودة وأرسلت اليوم بفعل أوستن وزير الدفاع تعزيزات أخرى تتمثل في طيارات وكذلك دعم سلاح عسكري ثقيل في منطقة البحر، وكذلك تصل إلى إسرائيل من أجل الرد وتلقي وصد الصواريخ التي سترسلها إيران إلى داخل إسرائيل. ومن المتوقع أن تكون العملية اليوم الاثنين وفق مواقع صحفية أمريكية تحدثت عن الموضوع، ولكن القلق لديهم هل سيكون الهجوم فردي بمعنى من إيران، أم أنه هنالك جبهات ستفتح، مثلا سيهاجم الحوثيين وسيهاجم حزب الله وستهاجم إيران عبر الحرس الإيراني. بالتالي هي جبهات مشتعلة، والولايات المتحدة الأمريكية حاولت مع مجموعة دول السبع وحاولت كذلك مع بعض الدول العربية أن تجد حلا، وحتى بايدن قال بأنه يجب عدم الرد على اغتيال الشهيد هنية بالدخول في هذا المعترك الحالي واللجوء إلى التفاوض، لكن إسرائيل تمادت، ويبدو بأن سياسة نتنياهو في فتح جبهات وحرائق متعددة في المنطقة بفعل ضعف بايدن وعدم مواجهته للرجل هو الخيار السائد والمتغلب حاليا. نعم سيد، ده إلى أحدث التطورات هي زيارة وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إلى طهران في هذا التوقيت غاية الأهمية، وهو ما يجعلنا نطرح هذا التساؤل، ما هي دلالة زيارته في هذا التوقيت تحديدا في ظل الحديث عن رد إيراني مرتقب على إسرائيل، وما هي أبرز الرسائل التي حملها معه؟ هو تم الحديث من أنه يحمل رسائل ربما من الولايات المتحدة الأمريكية ومن دول السبع في محاولة للعودة إلى المفاوضات والعمل على التهدئة، وكذلك رسالة أخرى من أنه الأجواء الأردنية ستكون محايدة فيما سيحدث من صراع حالي، وبالتالي أعتقد أنها زيارة ستكون فاشلة في النتائج لدى الوزير الصفدي، من أنه إذا ما كانت هنالك مساعي إيرانية لكبح جماح جهود أردنية لكبح جماح إيران عن الرد، فإن الأمر سيكون خاسر جدا، لأننا نشهد حاليا نذر التصعيد ونذر فعلا مواجهة مرتقبة، لأن كما شاهدنا في التقرير مطار اللبناني حاليا يشهد رحلات متعددة ودول تتحدث عن ما يحدث حاليا، بالتالي لا خيار حاليا إلا خيار المواجهة، ولكن الحديث هل سيكون رد مزلزل أم رد عادي كما في المرة السابقة، والسيناريوهات المتوقعة فعليا أننا سنشهد هذا التصعيد، وفي المقابل سنشهد نوع من محاولة الولايات المتحدة الأمريكية أن تتدخل لصالح إسرائيل عبر الدبلوماسية وعبر كذلك توفير الأسلحة إن لم يتورط الجيش وبعض الجنود الأمريكيون في الالتحام مع إيران.
أيضا مع التطورات سيد الدا، يعني أنتوني بلينكين وزير الخارجية الأمريكي أجرى أيضا اتصال مع محمد شياع السوداني رئيس الوزراء العراقي، وتحدث معه إلى ضرورة وأهمية اتخاذ جميع الأطراف خطوات لتهدئة التوتر وتجنب المزيد من التصعيد بالمنطقة. وهنا يدور الحديث عن دور العراق، هل ستلعب العراق دور خلال هذه الأيام كوسيط وتنقل الرسائل ما بين الولايات المتحدة وإيران وتعمل على تهدئة وتخفيض حدة التوترات والتصعيد في المنطقة؟ إيران حاليا طبعا هي تابعة، العراق حاليا هي تابعة لإيران وجزء من المنظومة الإيرانية ككل، وأعتقد أن دورها حاليا فقط هو حمل الرسائل وإيصالها إلى السلطات الإيرانية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، لكن المواجهة هي الخيار السائد. وفعليا يمكن أن نقول من أنه الأمر بدأ من الولايات المتحدة الأمريكية عندما لما تقوم بردع إسرائيل ولم تقم بتقديم نوع من الضغوطات الواقعية على نتنياهو في عدم التمادي في المجازر في غزة وعدم استهداف القيادات التي توصف بأنها فعليا هي قيادات تميل إلى طرح التفاوض والسلم مثل الشهيد هنية، لكن أمريكا حاليا حرقت كل شيء بسبب سياسة الضعف وتحاول أن تستجدي من الشقيقة الكبرى مصر أي موقف وأن تدخل في الموضوع، وكذلك بعض الدول العربية الأخرى، لكن الأمر قد انتهى والمواجهة أو الرد هو الخيار الأوحد الذي يتم الحديث عنه حاليا. والقلق هو هل سيكون الرد عنيف أم رد فقط يتمثل في صواريخ ستطرقها إيران وبعد ذلك تقول قمنا بالعملية وينتهي الأمر، لأن هنالك غضب داخلي لدى الشارع الإيراني ومطالبة بأن يكون الرد فعليا متوازن مع الجرائم التي قامت بها إسرائيل مؤخرا على الأراضي الإيرانية. سيد الداو، بصفتك خبيرا في الشؤون الأمريكية، هي شهور معدودة لبايدن داخل البيت الأبيض، ربما يلملم أوراقه لاستعدادا للساكن الجديد، وفي حال قامت إيران بضرب إسرائيل، هل ستتورط الولايات المتحدة في حرب في هذه الفترة الحرجة التي هي مقبلة فيها على انتخابات أكثر ضراوة وحدة من أي انتخابات سابقة ما بين خصمين هو دونالد ترامب وكامالا هاريس؟ هل ستسمح الإدارة الأمريكية بانزلاق المنطقة وهي لديها المفاتيح والقدرة كما تعلم على أن تحد من ذلك أو تسمح به؟ الولايات المتحدة الأمريكية تحاول حاليا أن تعمل على محورين أستاذ أحمد، وهو المحور الدبلوماسي والتفاوض والاستجداء من قبل الشقيقة مصر للتدخل، وفعليا مصر لم تدخل في هذا الموضوع إلى حد الآن. والرؤية الثانية هي أن تقول من أنه أمن إسرائيل هو جزء من الأمن القومي للولايات المتحدة الأمريكية، وبايدن أصبح متجاوز فعليا لأنه خسر كثيرا، ومن أسباب الخسائر التي لحقت به ونتنياهو والتماهي مع نتنياهو في الفترة الماضية عندما لم يقدم حلول ولم يضغط على الرجل ولم يقف مع المعارضة الإسرائيلية لإبعاد نتنياهو عن الحكم، لذلك أصبح فعليا خارج حسابات السياسيين الإسرائيليين وكذلك إيران وبقية دول العالم. بالتالي أتوقع فعليا أننا سنسير إلى هذا الرد، وربما يكون هنالك نوع من التورط الأمريكي إن كان الصراع طويل الأمد وكانت العمليات التي تقوم بها إيران وحلفاؤها ردود قوية. نتوقع فعلا أن تتورط الولايات المتحدة الأمريكية، وسينضاف هذا إلى فاتورة الديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية ورفض الشارع الأمريكي لأي تدخل في حسابات السياسات الخارجية وحدوث نوع من القتل في صفوف الجنود الأمريكي. بالتالي هو سيناريو صعب جدا إن حدث على الديمقراطيين وعلى حارس المرشحة بقوة. سيد الدا، يعني لا تطالما تطرقت إلى الدور المصري في هذه المفاوضات وفي هذه التطورات، دائما ما أكدت مصر وهذا تأكيدا على ما ذكرته على خطورة تصعيد الموقف في المنطقة وأن ذلك قد يجر المنطقة إلى صراع لا يحمد عقباه، وهنا سأتطرق إلى الجهود المصرية في المفاوضات ك
كوسيط يعمل على تهدئة هذه التوترات في المنطقة، وأتساءل حول ماهية وتأثير هذه التطورات، اغتيال إسماعيل هنية، التطورات في الشمال إسرائيل مع الجنوب اللبناني واغتيال فؤاد شكر، كل هذه التطورات كيف أثرت على مسار المفاوضات؟ المفاوضات فعليا نسفت بفعل حماقات نتنياهو وعدم وجود من يقوم بقمعه أو ردعه، خصوصا الولايات المتحدة الأمريكية العاجزة وخائرة القوى أمام الرجل. بالتالي الشقيقة الكبرى مصر قدمت ورقة واضحة جدا، وكان هنالك نوع من التماهي من قبل حركة حماس وزيارات لمسؤولين كبار من الحركة من بينهم الشهيد هنية إلى مصر، والالتزام بالمواقف المصرية في ورقة التفاوض وتفويض الشقيقة الكبرى لتتحدث عن حماس، وكان أمر الجميع يعلمه. لكن ما حدث حاليا هو نسف لعملية التفاوض، ومصر تراقب وتشاهد ما يحدث حاليا، لكنها فعليا غاضبة، وأكدت ذلك للإدارة الأمريكية وللمسؤولين الإسرائيليين نتيجة لعدم وجود أي ثقة في نتنياهو، الذي اليوم أعطى نوع من الهنود الجديدة في عملية التفاوض وقال بأنه يجب ترحيل أكثر من 150 من الأسرى الفلسطينيين إلى خارج فلسطين، وهي نقاط تنضاف إلى المطالب التي يطالب بها. بالتالي مصر فعليا حاليا تراقب، وفي الأخير ستقف دائما مع الشعب الفلسطيني، وهو أمر يوقظ الإدارة الأمريكية التي تريد من مصر أن تنقذها حاليا. على كل الأحوال أشكرك شكرا جزيلا، كنت معي من واشنطن الداعي يعقوب الخبير في الشؤون الأمريكية. والآن إلى تطورات الأوضاع في قطاع غزة. شن طيران الاحتلال الليلة الماضية غارة على حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، وأفادت مصادر محلية بأن طيران الاحتلال استهدف مسجد رضوان دون وقوع إصابات. كما شنت طائرات الاحتلال غارة على منطقة قيزان النجار جنوب مدينة خان يونس، وكان مواطنان استشهدا مساء أمس الأحد في قصف للاحتلال على دير البلح وسط القطاع. وذكر شهود عيان أن قوات الاحتلال استهدفت منزلا وسط مدينة دير البلح، ما أدى إلى استشهاد مواطنين وإصابة آخرين. استشهد 30 فلسطينيا في غارتين للاحتلال على مدرستين تؤويان نازحين في قطاع غزة، واستهدف جيش الاحتلال بالقصف مدرستي حسن سلامة والنصر الواقعتين غربي مدينة غزة. ووصف الدفاع المدني قصف المدرستين بالمجزرة، مشيرا إلى أن نحو 80% من ضحاياها أطفال، وأكد أنه لم يعد مكان آمن في غزة. مجزرة تلو الأخرى، لا فرق بين كبير أو صغير أو رجل أو امرأة، فالكل بات هدفاً لآلة الاحتلال الحربية في قطاع غزة. فالمدارس والأماكن التي تؤوي آلاف النازحين باتت تشهد يومياً سقوط العديد من الشهداء والجرحى، أكثرهم من النساء والأطفال. ففي مجزرة جديدة قصفت طائرات الاحتلال مدرستي النصر وحسن سلامة غرب مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات. ومنذ بدء الحرب على قطاع غزة استهدف جيش الاحتلال 152 مدرسة مأهولة بالنازحين و 172 مركزا لإيواء النازحين، ما أسفر عن استشهاد 1040 فلسطينيا داخل المدارس. ومع كل يوم يتضح للعالم أنه
لم يعد شيء آمن في غزة، لا فوق الأرض ولا تحت الثرى، في ظل عدوان غاشم لم يسلم من بطشه بشر أو حجر أو شجر. أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مواطنين فلسطينيين بالضفة الغربية بهدم 17 منزلاً في حي وادي الجوز بمدينة القدس، وأفادت وسائل أعلام فلسطينية بأن هناك 70 مواطناً يقطنون في المنازل المخطرة بالهدم. بينما أوضحت محافظة القدس في تقريرها الصادر مطلع الشهر الجاري عن عمليات الهدم والإخطارات خلال شهر يوليو الماضي أنه بلغ عدد عمليات الهدم في محافظة القدس 76 عملية هدم، بالإضافة إلى 4 عمليات تجريف. دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسليل سموتريتش إلى مصادرة أكثر من 26 مليون دولار من أموال الضرائب الفلسطينية المقاصة بزعم دعمها للعمليات ضد الإسرائيليين. وأفادت وسائل أعلام إسرائيلية بأن هذه المرة تعد الخامسة التي يأمر فيها سموتريتش بمصادرة أموال تابعة للسلطة الفلسطينية، وتعتبر أموال المقاصة هي الضرائب التي يدفعها الفلسطينيون على السلع المستوردة من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية الإسرائيلية بمتوسط شهري 220 مليون دولار. وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا من القاهرة الدكتور أسامة شعث، أستاذ العلاقات الدولية. دكتور أسامة، أمام هذا التطور، هدم المنازل، أيضا يعني تجريف الأراضي الفلسطينية والاستحواذ عليها، أيضا الافتئات على أموال المقاصة الفلسطينية، كل هذه الأمور ربما تنذر بتطورات خطيرة قد تشهدها الضفة الغربية. والسؤال هنا، إلى أي مدى تشكل سياسات الاحتلال وممارساته في الضفة إلى نذر قيام أو حدوث تفجر في الضفة الغربية؟ ربما لن تستطيع إسرائيل على سد هذه أو هذا الانفجار الكبير الذي يوشك على أن يحدث. يعني بداية صباح الخير لك والمشاهدين جميعا. والحقيقة أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل عمليات التهويد المنظم في الضفة، كما عمليات التدمير الممنهج للشعب الفلسطيني في قطاع غزة. هناك أيضا عمليات تجري منذ 7 أكتوبر في الضفة، أيضا ما قبل ذلك الاحتلال الإسرائيلي يواصل المصادرة والتدمير والاجتياحات. بالأمس كان هناك هجوما على مدينة طول كرم، قبل ذلك كان في جنين، في نابلس، في العديد من مدن وقرى الضفة الغربية. هناك عمليات بشكل يومي، اقتحامات وقتل وتدمير، مصادرة أراضي، تدمير بيوت وتهجير سكان القرى، يعني إغلاق الطرق، كل ذلك بشكل واضح وعلى مرأة ومسمع العالم. وللأسف العالم كلنا يعني يشاهد الجرائم التي تحدث في قطاع غزة من إبادة جماعية للشعب الفلسطيني، من دمار هائل ودمار يعني غير مسبوق فيه حتى في التاريخ البشري الحديث على الأقل، الذي يحدث شيء جنوني لا يطاق، لا حتى على المستوى التفكير الذهني للإنسان لا يمكن أن يعني يتوقع أن يكون هناك استهداف لمدنيين، استهداف لدور إيواء، لمدارس لاجئين نازحين، مؤسسات طبية، إغاثة، حتى الأجانب الذين وصلوا إلى قطاع غزة قبل ذلك للإغاثة الإنسانية وتقديم وجبات الطعام للشعب الفلسطيني تم استهدافهم وقتلهم. وبالتالي الاحتلال الإسرائيلي يمعن في الإجرام وفي القتل وفي التدمير، وللأسف الشديد العالم يتفرج، وما زال العالم يواصل دعمه لهذا الاحتلال الإسرائيلي من خلال الصمت. حتى الصمت وعدم يعني الوقوف في وجه هذا الاحتلال هو عملياً هو تواطؤ ومشاركة، ويعتبر جزءا من التآمر على القضية الفلسطينية وعلى الشعب الفلسطيني. ما هي أهداف إسرائيل دكتور أسامة مما تقوم به في الضفة الغربية؟ ما هي الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها؟ يعني الأهداف واضحة منذ قيام إسرائيل والاحتلال الإسرائيلي على أرض فلسطين، وهو يواصل يعني استهداف لعملية التوسع الاستيطاني بالاعتقاد أنها أرض الميعاد والإدعاء بأنها أرض الأجداد
ما إلى ذلك، وبالتالي الضفة الغربية مستهدفة منذ القدم بشكل كبير جدا، ولست يعني بصدد يعني الحديث عن التاريخ بقدر ما نود أن نوضح نقطة مهمة جدا. نتنياهو كان يعارض بشكل كبير جدا الانسحاب من أراضي الضفة الغربية، كان يعارض أوسلو بكل يعني تفاصيله، حتى الحل أو الاتفاق مع السلطة الفلسطينية لا يؤمن بحل الدولتين، وهو يعني كان يحرض بشكل كبير جدا على إسحاق رابين، حتى قتل رابين في قلب تل أبيب وفي قلب يعني ما بين جماهيره وفي وضح النهار، والكل يرى ذلك وكل شاهد ذلك. ونتنياهو جاء على أنقاض عملية السلام وعمل بكل جهده منذ 1995 حتى الآن، أو 96 عندما تسلم لأول مرة رئاسة الوزراء حتى الآن، وهو يتنصل من كل الاتفاقيات ويتهرب ويتذرع ويقوم بإفشال أي جهد سياسي دولي، حتى الوسطات التي يعني ضغطت الولايات المتحدة من أجل العودة إلى المفاوضات أفشلها، وأفشل كل العمليات السياسية التي جرت بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي. وهذا يعني نعم. أن نتنياهو ماضي في مخطط عمليات التهويد، ماضي في مخطط إفشال حل الدولتين، وبالتالي يعني يواصل الشعب الفلسطيني صموده على الأقل. ربما يستغل نتنياهو وحكومته المتطرفة الأحداث في قطاع غزة، وأيضا تسلط الأضواء العالمية على التطورات في شمال إسرائيل، والتغني بأن هناك خطر على الدولة الإسرائيلية، وهو من جانب آخر يستغل ذلك في تنفيذ مخططاته في الضفة الغربية. نعم، هو يعني يستهدف يعني يحاول إشعال الصراعات في المنطقة لكسب مزيد من التعاطف، وهو يدرك أن الولايات المتحدة مهما فعل نتنياهو من تجاوزات واختراقات وخرج عن الخطوط الحمراء للولايات المتحدة في يعني في علاقاتها الدولية وفي مصالحها أيضا في الإقليم، إلا أن نتنياهو يصر على جر الولايات المتحدة وجر القوى الغربية، وهي بالمناسبة يعني لا تريد إشعال حرب في المنطقة إقليمية أو حتى يعني توسعة رقعة الحرب في المنطقة، لأنه الولايات المتحدة لديها مصالح، هذه المصالح مرتبطة باقتصاد في الخليج، الخطوط التجارية والبحرية، مصالح دولية وليست يعني حالية. على المستوى الأمن الإقليمي، جر الولايات المتحدة لأي حرب في هذه المنطقة قد يمني يعني الولايات المتحدة بالتراجع في مكانتها الدولية والتأثير على مصالحها، ويعني يضرب بعمق التحالف الأمريكي الأوروبي، لأن الاتحاد الأوروبي بشكل عام ودول أوروبا بشكل عام تحتاج إلى استقرار في منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية بشكل خاص، لأنها بحاجة إلى الاستيراد منها، البضائع، التجارة الدولية، كل ذلك يحتاج إلى استقرار. نتنياهو لا يريد هذا، لأن نتنياهو لديه طموح شخصي على مستوى وجوده كرئيس وزراء، خوفا من السقوط هذا أولا، وثانيا لديه رغبة شديدة جدا، لديه رغبة شديدة جدا بأن يكون هناك توسع للاحتلال الإسرائيلي على حساب القضية الفلسطينية والجغرافيا الفلسطينية وإنهاء الوجود الفلسطيني، لأن الصراع أصبح صراع وجود وليس صراع على الحدود فقط، لأن نتنياهو قالها بشكل صريح. وأنا يعني أدعوك إلى قراءة أخي أستاذ أحمد أن تقرأ كتاب اسمه يعني مكان تحت الشمس لنتنياهو، هذا الكتاب يوضح فيه نتنياهو أنه لا مكان لشعبين بين النهر والبحر. بالطبع هذا اقتراح جيد وسأقرأ هذا الكتاب، لكن دعني أنتقل إلى نقطة أخرى متعلقة بقيام سلطات الاحتلال كما ذكرت بهدم 11 منزلا في حي وادي الجوز بمدينة القدس، وهذا يدفعنا للحديث عن المحاولات الإسرائيلية لتغيير الوضع القانوني لمدينة القدس المحتلة في محاولة لتحييدها إذا تم الحديث عن حل الدولتين والحديث عن القدس عاصمة فلسطين، وبالتالي هو يعمل على تغيير ديموغرافية هذه المدينة. يعني لا أحد في العالم يكون قويا ويعني يحتل قطعة أرض يخرج بسهولة منها. الاحتلال على مدار التاريخ لم يخرج بالمفاوضات، وإنما خرج بالقوة وبالضغط الدولي أو بالضغط الشعوب أو الدول عليه حتى انسحب، سواء كان في أقصى العالم شرقا أو غربها. وبالتالي الاحتلال الإسرائيلي لن يخرج بسهولة من القدس،
إلا بضغط دولي كبير جدا وضغط شعبي فلسطيني كبير جدا وضغط سياسي عليه يجعله يئن ويعود إلى يتراجع عن موضوع الاحتلال والتهويد في القدس. القدس يحاول الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1996، وأنا لا أقول منذ عام 67، منذ 96 عندما بدأ نتنياهو في حفر النفق تحت المسجد الأقصى بشكل واضح، وجرت هبة كبيرة جدا في مدينة القدس. الشعب الفلسطيني كله ثار على هذه الهبة وهذه الانتفاضة التي يعني بدأت حتى إرهاصات المواجهة بين السلطة الفلسطينية في ذلك الوقت والاحتلال الإسرائيلي في سبتمبر 1996. والولايات المتحدة يعني صارعت ولملمت الأمر وأوقفت هذه الهبة. كان نتنياهو يخطط بشكل كبير جدا لتوسعة بلدية القدس وإغلاقها أمام الفلسطينيين في الضفة الغربية وفي قطاع غزة وتحويلها إلى مدينة يهودية، وفعلا فعل ذلك وأصبحت جزءا من الاحتلال الإسرائيلي. الولايات المتحدة لاحقا مؤخرا كما نعلم ترامب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السابق نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة، وهذا أيضا أمر كارثي. دكتور أسامة، على ذكر ترامب والحديث عن تصاعد أسهم فوز ترامب في الانتخابات حسب ما أشار محللون كثيرون، فالحديث هنا حول ما ذكروه بأن القدس والجولان كانت هدية ترامب لإسرائيل في الجولة الأولى، ف من المرجح أن تكون الضفة أو الاعتراف بالضفة كجزء من الأراضي الإسرائيلية هي هدية ترامب في الجولة الثانية في حال فاز في الانتخابات الأخيرة، هذا ما أشارت إليه بعض الدراسات، فما هو قراءتك لذلك؟ يعني ترامب من الذي الشخصيات التجارية والاقتصادية ولا يؤمن كثيرا بفكرة الحروب، يعني هو يعني يهمه جدا أن يكون هناك استقرار في المنطقة، وعندما جاء المرة الماضية جاء بمشروع قدم له من قبل يعني ما يقول عنه سهره كوشنر ومن خلال نتنياهو أنه يعني يمكن أن يكون هناك سلام في المنطقة من خلال الصفقة التي عرضها ترامب، وهي صفقة صهيونية بامتياز. هو لا يفقه كثيرا في القضية الفلسطينية ولا في الصراع في المنطقة العربية مطلقا، ولا حتى تاريخ الصراع ولا أبجديات الصراع، وليس له علاقة بالقضية الفلسطينية، وبالتالي حتى هو خارج من المؤسسة، ليس من المؤسسة الأمريكية، يعني سواء الحزبية الديمقراطية أو حتى الحزبية الجمهورية. الجميع من قادة الولايات المتحدة لديهم خلفيات ثقافية عن منطقة الصراع، ويخرجون بشكل أو بآخر من خلال قواعد سياسية ورؤية استراتيجية للولايات المتحدة للمنطقة، وبالتالي ترامب خرج عن كل النصوص هذه وقام حتى تغيير المفهوم في العلاقات الدولية من نظرة الولايات المتحدة. لذلك يعني سؤال حضرتك مهم جدا، ترامب عندما طرح المرة الماضية ضم أو الاعتراف بالقدس عاصمة الاحتلال ونقل السفارة إليها، هو طرح أصلا فكرة صفقة القرن، وكلنا رأينا هذه الخريطة والتي عرضها على شاشات التلفزيون تقضم جزء كبير جدا من الضفة الغربية وتحيلها إلى الاحتلال الإسرائيلي، وهي الخريطة التي قدمها نتنياهو مرارا، وهي الخريطة التي عرضتها الحكومة الإسرائيلية على السلطة بشكل أو بآخر من خلال عمليات الضم. يريد ترامب أن ينفذ المخطط الصهيوني بشكل أو بآخر، وبالتالي ما يختلف هذا الأمر ما يختلف فيه عن الحزب الديمقراطي أنه يريد أن ينفذ ذلك لكنه لا يعلن. ترامب صريح ويعلن بشكل صريح كل مخططاته، ولذلك هناك ضغوط على السلطة الفلسطينية من حيث الأموال التي يتم جبايتها للشعب الفلسطيني، يتم اقتطاع منها بحجة أسرى مرة. نعم دكتور أسامة، قبل أن نغلق هذه المسألة، في تقارير أخرى ردا على التقارير الأولى ذكرت إلى أن ترامب مراعاة لمصالح الولايات المتحدة مع دول المنطقة العربية ودول الخليج ربما لن يقدم على مثل هذه المسألة التي ستضر بمصالح الولايات المتحدة الأمريكية. على كل أحوال أشكرك شكرا جزيلا، كنت معي من القاهرة الدكتور أسامة شعث أستاذ العلاقات الدولية. والآن مع تطورات الأوضاع في أوكرانيا،
Ukraine's future is in NATO. Counting on us. Защитим и наш народ. Слава Украине! أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الطيارين الأوكرانيين بدأوا في التحليق بطائرات F-16 داخل البلاد، معلنا وصول المقاتلات الأمريكية الصنع. إعلان زيلينسكي عن وصول الطائرات جاء خلال لقائه بطيارين عسكريين في قاعدة جوية، مؤكدا أنها البداية وأن المرحلة المقبلة ستشهد وصول المزيد من طائرات F-16 لمواجهة القوات الروسية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات الجيش سيطرت على قرية نوفو سيلفيكا بيرشا في منطقة دونيسك بشرق أوكرانيا، هذا ويعد انضمام القرية الأوكرانية إلى روسيا هو أحدث مكاسب القوات الروسية. في إعلان لتغيير موازين القوى في الحرب المندلعة منذ أكثر من عامين مع روسيا، أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي تسلم كييف أولى المقاتلات الغربية من طراز F-16 الأمريكية، التي تعتبر أهم القطع العسكرية التي تم توليدها ضمن قائمة طويلة من الآلات العسكرية. منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2020 طالبت كييف بتسليمها طائرات F-16 على أمل إنهاء الهيمنة الروسية على الأجواء وحماية مدنها وقواتها بشكل أفضل من القصف الروسي المتواصل على مدنها. لقد عقدنا مئات الاجتماعات والمحادثات من أجل تعزيز قدرات طيراننا ونظام الدفاع الجوي لدينا وقواتنا الدفاعية. سمعنا كثيرا عبارة هذا مستحيل، لكننا نجحنا في جعل طموحاتنا واحتياجاتنا الدفاعية ممكنة، والآن أصبح هذا واقعا في سمائنا. طائرات F-16 موجودة في أوكرانيا. لم يكشف زيلينسكي عدد الطائرات التي تلقتها كييف مكتفيا بالقول إنه غير كاف، على غرار عدد الطيارين الأوكرانيين الذين تدربوا في الغرب على قيادة هذه الطائرات وصيانتها، كما لم يكشف خلال خطابه عن موعد تسليم هذه الطائرات ولا الدولة التي قدمت هذه الدفعة الأولى. على الرغم من عدم إعلان أوكرانيا عن مدى التأثير الفوري الذي ستحدثه المقاتلة الأمريكية، فإن من المؤكد أنها ستكون علامة فارقة في ساحة الحرب المشتعلة مع روسيا. وللمزيد من المتابعة والتحليل حول هذا الموضوع ينضم إلينا من ولاية كنتاكي الأمريكية الدكتور إحسان الخطيب، أستاذ العلوم السياسية في جامعة مور ستيت. دكتور إحسان أهلا ومرحبا بك. يعني مع الإعلان الأوكراني عن وصول طائرات F-16 التي طال انتظارها إلى أوكرانيا، ما الذي تحمله هذه الطائرات من متغيرات يمكن أن تحدثها على ساحة الصراع في أوكرانيا؟ يأتي أولاً، يعني كان تردد أمريكي في إرسال هذه الطائرات، ومنذ بداية الحرب وزيلينسكي يطلب هذه الطائرات، هناك رمزية كبيرة لاستخدام هذا السلاح الغربي. السلاح الأوكراني هو ميج وسخوي من أيام الاتحاد السوفيتي، وليس هناك يعني سلاح جو يذكر عند الأوكران. فالأوكران يطلبوا هذا، وهذا يعني تطور مهم، يعني هو رسالة وله يعني رمزية أكثر من فعلية، لأنه عدد بعتقد الطائرات الذي أعطوهم إياها محدود جدا، يعني يقال هم بحاجة حد أدنى ل 200 طائرة. لا أعتقد أمريكا تدرب عدد كافي من الطيارين. ما زال بايدن يتردد في التصعيد مع روسيا في أوكرانيا، ولكن يعني رمزية كبيرة، تقدم مهم بالنسبة لأوكران، ولكن لا أعتقد يغير من المعادلة على الأرض. دكتور إحسان، الكريملين تحدث عن أن روسيا ستسقط هذه الطائرات حال وصلت إلى أوكرانيا. في حال أقدمت روسيا على أن تقوم بذلك، إلى أي مدى سيكون ذلك ارتقاء وارتفاعا بمستوى ونظر التصعيد ما بين روسيا من جهة والولايات المتحدة ومن خلفها الناتو من جهة أخرى؟
لا يعني اذا كانت باوكرانيا واسقطها الروسي عادي، هي طائرات طائر اوكراني وهي طائرات اوكرانيه، ولا المشكله اذا كانت يعني اخذوها لدول الناتو وخبأوها في دول الناتو، وهنا المشكله المهدد وكان هناك صيانه في دول الناتو، معناتها مشكله انه بوتين هدد انه بضرب الطائرات اذا كانت في اماكن اخرى. هلا ولكن في لا يلاقوها، اذا وجدوها يضربوها موضوع اخر. ولكن بالنسبه لامريكي يعني السلاح الامريكي اليوم يعني الاف 35 هلا عندهم مش الاف 16، فهي يعني ليست الاحدث بالنسبه للسلاح الامريكي، فهناك تفوق السلاح الامريكي الطيران على السلاح الروسي، وستساعد هذه الطائرات. ولكن رمزية هذه الطائرات هو ارتباط أوكرانيا بالغرب، هذه طائرات غربية، الطيارين الأوكراني يتدربوا على السلاح الغربي، هناك توجه نحو الغرب حد أدنى عسكريا، فهذه يعني بالمستقبل خطوة مهمة بالنسبة لأوكرانيا، الارتباط بالمحور الغربي الأمريكي. يا دكتور إحسان، كما تعلم أن القطع العسكرية من مقاتلات وقطع بحرية، ربما في حال دخلت في معركة أو في أزمة ما تم استخدام هذه الأسلحة وحققت نجاح، فذلك يعود بالإيجاب على مبيعات نفس هذه النسخ لصالح الدولة المصنعة. ولكن في حال أقدمت روسيا على تدمير هذه المقاتلات، هل الولايات المتحدة مستعدة لأن تتحمل تبعات الخسارة التي ستجنيها؟ يعني كما تعلم سيعود ذلك بالخسارة على الولايات المتحدة بإسقاط هذه المقاتلة التي تتحدث على أنها مقاتلة حديثة ولديها الكثير من التكنولوجيا والمهارات العالية. عزيزي، الأحدث هو الاف 35، النيتو يتوجه الاف 35 هي مطور أكثر بكثير من الـ 16، يعني هناك أربع جنريشنز، أربع مستويات من الاف 16 تطورت عبر الوقت، يعني والغرب يعتمد على الاف 16 لفترة طويلة، ولكن اليوم متوجه هو الاف 35. يعني إذا أسقطوا من هذه الطائرات، نعم كما تقول يعني، ولكن بالنسبة للسلاح الأمريكي يعني هو يعني بعد الاف 16 اليوم هي الاف 35 هي الطائرات التي يعتمد عليها الناتو. دكتور إحسان، كنا قد تحدثنا من قبل حول أن الولايات المتحدة على وشك أن تقوم بنشر صواريخ في ألمانيا في عام 2026، وربما ذلك يذكرنا بالأزمة الكوبية عام 1962 والوصول إلى حافة الهاوية ما بين القطبين، ذلك كان في يعني عصر الحرب الباردة. هل نحن أمام وضع مشابه وزيادة سخونة هذه المنطقة الأوروبية الباردة بطبيعة الحال؟ شوف، بالنسبه للعلاقه الامريكيه الروسيه، يعني الامريكي لا يريد التصعيد مع روسيا، وحاول فتره طويله عبر العقود يعني ايجاد تعايش مع بوتين، يعني خاصه اذكر هيلاري كلينتون يعني قالت نريد ان نعمل ريست، يعني نعيد العلاقه نبدا من جديد. ولكن المشكله هي تضارب المصالح بين روسيا، يعني اذا بتتمدد يريد بوتين إعادة بناء الإمبراطورية، هذه المشكلة بالنسبة ولكن أنا أعتقد أن أمريكا مترددة جدا في التصعيد مع روسيا، هي لا تريد هزيمة روسيا، لا تريد يعني التنكيل بروسيا وإحراج روسيا، ولو كانت تريد ذلك كانت من اليوم الأول لما حرب مع أوكرانيا وعطت سلاح، وكان يمكن أمريكا يعطي سلاح نوعي يضرب روسيا بشكل مؤلم جدا، يعني هو يضغط على الأوكراني عدم ضرب داخل روسيا مثلا. الأمريكي لا يريد انهيار النظام الروسي، يعني يخاف أنه انهيار روسيا مشكلة أكبر من بقاء بوتين في الحكم، هو لا يريد، لا أعتقد هناك عودة يعني للحرب. روسيا غير قادرة على مواجهة ناتو وأمريكا، ليست قادرة إطلاقا، هذه الدولة ليست اتحاد سوفيتي نعم، ولكن هي نشر الصواريخ. وطمأنت ألمانيا كانت تعتقد أن علاقتها ممتازة مع روسيا، وأنها فهمت بوتين، وأنه الترابط الاقتصادي بين ألمانيا وبين روسيا حد كل المشاكل، نأخذ منهم الغاز وبنعمل تجارة معهم وعلاقات ممتازة. ولكن تبين
انه هذا غير صحيح. هم اعتمدوا بشكل كبير على روسيا، ولكن هم يخافوا ايضا من روسيا، والامريكي يطمئنهم. الامريكي لا يخاف من روسيا، ولكن الاوروبي هو الذي عنده مشكله مع تمدد روسيا في اوروبا. ربما يرد على حديثك قائل تحت ذريعه ان روسيا عندما اقدمت على ضرب اوكرانيا فقد حققت كثير من يعني طموحاتها، سيطرت على المدن الموازية للحدود الروسية، سيطرت على شبه جزيرة القرم وميناء سيفاستوبول، كل هذه الأمور التي استطاعت روسيا تحقيقها حينما أعلن زيلنسكي عن رغبة أوكرانيا في الانضمام للناتو، فرد بوتين بالأزمة أو بالعملية العسكرية في أوكرانيا. ربما يدور الحديث عن أن روسيا استطاعت إذن أن تحقق طموحاتها، وأخيرا كما تتابع بطبيعة الحال استطاعت روسيا أن تعقد اتفاقية دفاع مشترك مع أوكرانيا، وتثار العديد من التكهنات والتساؤل عن مدى أهمية هذه الاتفاقية مع هذا الحليف النووي الكبير. ما فهمت السؤال اتفاقية بين مين ومين؟ بين كل من كوريا الشمالية وروسيا، اتفاقية دفاع مشترك لا تؤثر على الحرب يعني بأوكرانيا. الروسي هو فعلا دولة قوية، لكن يعني هناك تقارير ظهرت دكتور إحسان عن أن سفن كثيرة عسكرية تحركت من موانئ في كوريا الشمالية انطلقت إلى روسيا، وتم رصد هذه الحمولات التي خرجت من هذه السفن عبر الأقمار الاصطناعية وصلت إلى جبهات القتال مع أوكرانيا. كان ذلك تقريرا للCNN ذكرت فيه كل هذه الأمور. سأشوف بالنسبة للغرب يعني مثل أمريكا لا يريد التنكيل بروسيا وهزيمتها هزيمة شنيعة، يعني لا أعتقد بمصلحة أمريكا أن تهزم روسيا بشكل شنيع يعني وتضعف يد بوتين في روسيا. الاتحاد الروسي هو مجموعة جمهوريات يعني وعندهم مشاكل كثيرة، وإذا انهار الاتحاد الروسي في مشاكل أكبر للغرب. يعني بقاء بوتين في القمة أفضل بكثير من دولة عندها أكبر عدد أسلحة نووية بالعالم وتفرط الدولة تأثير في حرب أهلية أو مشاكل بين هذه الجمهورية. ولكن شوف هو صحيح يعني الإداء الروسي يعني لم تهزم روسيا في أوكرانيا، ولكن لم تربح والحرب ما زالت مستمرة، والغرب ما زال يدعم الأوكران. يعني ربما هذا ما تسعى إليه الولايات المتحدة ومن خلفها الناتو من خلال توريط روسيا لأطول مدى ممكن في هذه الأزمة من أجل إنهاكها اقتصاديا. هناك من يقول ذلك وربما هذا صحيح، ولكن في نهاية المطاف يعني هو قرار روسي دخول أوكرانيا يعني أقرب لهم بالعالم كدولة كشعب. الأوكران أقرب للروس من أي شعب آخر يعني ثقافيا، حتى لغته متقاربة، تاريخه مشترك، يعني كما أنه علاقة لبنان وسوريا مثلا يعني هناك علاقات أخوية بين أوكرانيا، ولكن هم دولة مستقلة، أوكرانيا دولة مستقلة. يعني الكلام أنه كانوا بده يدخلوا الناتو غير صحيح إطلاقا، يعني ربما كان عندهم نية يدخلوا الناتو ولكن الناتو لم يكن يريدهم. الناتو هم الحقيقة اللي كانت الواقع أنه ترابط اقتصادي كان محتمل أكثر مع الاتحاد الأوروبي، هو وبوتين كان يريد أن يكون هناك ترابط اقتصادي بين أوكرانيا والكتلة روسيا، ولكن الأوكران بدهم ارتباط اقتصادي بالغرب، لا يريدون ارتباط اقتصادي بروسيا، مع أنه أعطتهم عرض ممتاز يعني ولكن رفضوا ذلك. وأنا لا أعتقد أنا يعني تقييمي يعني بموضوعية أكثر ما يمكن من الموضوعية أنه الغرب لا يريد مواجهة روسيا، لا يريد محاربة روسيا. الغرب خاصة أمريكا عندها مشكلة هي الصين، هي تريد التركيز على الصين، هي لا تريد استعداء روسيا اطلاقا. يعني كانت تحاول تفادي هذه المشكله، والتردد في اداره بايدن والتردد الامريكي في تسليح الاوكران هو لعدم اغضاب وخساره روسيا كليا وقطع كل العلاقات مع روسيا. ولكن هل يستطيع الغرب اعطاء سلاح نوعي لاوكرانيا تضرب روسيا بشكل قاسي؟ نعم يمكن. نعم، على كل أحوال أشكرك شكرا جزيلا، كنت معي الدكتور إحسان الخطيب أستاذ العلوم السياسية في جامعة مورستيت، شكرا لك. مشاهدينا الكرام، إلى هنا انتهت هذه التغطية، ولكن بطبيعة الحال التغطية مستمرة على شاشة القاهرة الإخبارية. بعد قليل تلتقي بكم الزميلة منى عوكل ونشر إخبارية جديدة، شكرا لكم.